لان ابويا كان اراجوز ولم كانت مريونيت الشاشه والمسرح لان ابويا كان اراجوز ولم كانت مريونيت الشاشه والمسرح تاجر ملوش في اللت والحواديت وامي ما يشغلهاش غير اكلنا ونظافه المطرح اخواتي جوز مصابيح لم تخضر شنبتهم لكنهم مسند ومأوى من الزمن والناس احرار ولاد احرار ما نمحنيش لجنيه ستي ما كانت تدعيلي كانت تقول يجعل رقبتك فوق قوي ويحشرك مسكين ولا يحوجك للخل ستي اللي لم تقرا ولم تكتب ولم يكتب لها يوما زياره البيت كانت تشوف الكعبه في احضان السحاب وتطوف مع الطير في الفضا بينها وبين بيتنا بيوت وحيطان لكنها كانت تقوم من النوم لو كح ابويا في اوضته اخر الليل وانا اللي اوضتي جنب اوضته ما اسمعوش ربانا ابويا على الكرم ان كان في ايدك قرش رف وبعزم ما فيك واطرف عيون السما ولا تنتظرش انه يعود لايديك صاحب صحاب تهوى السجود لله ما تخافش من اللي يكشر كل ما يشوفك خاف من صديق كذاب ياكلك اذا شافك الرغيف الله دليلك كل ما تتوه بصله تلاقيك وصلت السكه يا ابني قصيره لكننا اللي ضعاف نظر بنشوف على حدود المفيش فنخاف نموت ونخاف نعيش بنخاف تجوع الارض تبلعنا ونخاف يمد العمر فنعجز امي اللي ما بتسمعش غير قران اول ما عرفت اني بكتب شعر حلفتني ما اكتب الا اللي في ضميري واللي قلبي يسوقني ليه يمكن ساعتها فكرتني هرتسمها قاهره او برج ايفل او يمام على كتف طفل في ليل باريس ما كانتش تعرف ان كل ما بفتكرها تتفرد في عيوني ارض والعروق اللي في ايديها زرع عاجز يستقيم فاندفن من الضعف فيها يمكن لو كنت اعتدت اشوفها بعيد عن شغل البيت او كانت عينها بتلمع فرح وما بتبكيش كنت اقدر اسيب قلمي يكمل واختتم النص